ألف مبروك منتخب مصر لكرة اليد، فوزه طبعا وتأهله لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد عقب تغلبه على أنجولا بنتيجة 37-25. أداء كبير طبعا الحقيقة، شفنا يعني جميع المشاركين في هذه المباراة الحقيقة قدروا أن هم يقدموا أداء عالي جدا وأداء كبير جدا، وزي ما احنا شفنا أيضا يعني أفضل لاعب في المباراة كان أحمد عادل، ودي المرة الرابعة على التوالي اللي يحصل فيها لاعب من منتخب مصر في كل المباريات اللي خاضها طبعا المنتخب سواء في دور المجموعات او في دور ربع النهائي. افضل لاعب كان من صفوف منتخب مصر، المباراه الاولى كانت طبعا امام غينيا كان كريم هنداوي، والمباراه الثانيه كونغو برازافيل اللي حصل على افضل لاعب كان مهاب سعيد، اما مباراه مصر امام الكاميرون كان يحيى خالد، واخيرا زي ما احنا شفنا كان احمد عادل. طيب بنروح دلوقتي للصاله المغطاه باستاد القاهره لمراسلتنا العزيزه سالا حامد، ومعاها لقاء هام مع لاعبنا طبعا لاعب المنتخب الوطني علي زين. اليك الكلمه يا سالا، اتفضلي. تحياتي ليكي طبعا يا مريم، برحب بيكي وبالتاكيد برحب بضيوفك الكرام وكباتننا الكبار في الاستوديو كابتن فوزي فضالي وكابتن محمد عبد الله وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وطبعا بارك لك يا مريم، بارك لكل الجماهير المصريه. فوز منتخبنا الوطني طبعا النهارده لكره اليد على منتخب انجولا في الدور الربع النهائي او دور الثمانيه من بطوله كاس الامم الافريقيه، وزي ما انت قلت يمكن طبعا معي حاليا واحد من نجوم المباراه النهارده وطبعا نجوم منتخبنا الوطني كابتن علي زين. كابتن علي طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا عايز ابارك لك النهارده التأهل للسيمي فاينل من البطوله، وعايز اسالك طبعا على المباراه، شايف المباراه النهارده ازاي؟ طبعا برحب بيكي وبرحب بقناه النادي الاهلي وبرحب بالناس الضيوف الموجودين. الحمد لله النهارده يعني الى حد ما كنا ماشيين في الماتش زي ما احنا عاوزين، ماشيين ريتم الماتش واحده بواحده، كان اهم حاجه بالنسبه لنا احنا نكسب الماتش وبدون اي خسائر، والحمد لله عملنا كده. اللي جاي طبعا اهم طبعا، وهو هيبقى اصعب ماتش في البطوله كلنا عارفين، واهم ماتش لنا في البطوله. ان شاء الله نحاول يعني نحقق اللي احنا عاوزينه ويمشي في الماتش، برضو احنا نحاول نحضر لهم ان شاء الله بكره، وبعد بكره ان شاء الله يبقى ماتش جامد وان شاء الله نحاول نكسبه. طبعا المباريات اللي فاتت يا علي كانت يعني المستويات كانت متوسطه شويه، من بعد مباراه النهارده سيمي فاينل والفاينل المستويات بتكون اكبر او بتكون اصعب طبعا بالنسبه لمنتخبنا الوطني. يمكن طبعا احنا منتظرين مباراه تونس وغينيا، يمكن الاقرب طبعا هتبقى تونس، فالمباراه اللي جايه صعبه جدا طبعا، وازاي هتستعدوا لها بالاخص المباراه الجايه؟ طبعا هو ده الماتش، يعتبر ماتش يعتبر فاينل بطوله. احنا عندنا كل ماتش خدناه من اول البطوله لحد دلوقتي فاينل بطوله بالنسبه لنا، ماتش مهم جدا. ان شاء الله نحاول نعمل اللي احنا عاوزينه وهنحضر لهم طبعا بكره. اعتقد تونس هي هتكسب وهيبقى ماتش طبعا قوي وماتش ند بند، ماتش 50-50 100%. ان شاء الله اللي هيبقى مركز اكتر واللي هيبقى اخطاءه اقل هو اللي هيكسب الماتش. بس كده يعني طبعا، وببارك لك وبالتوفيق ان شاء الله المباراه القادمه، منتظرين منكم اكتر من كده طبعا في المباراه اللي جايه باذن الله. الله يبارك فيك وان شاء الله نرجع الناس مبسوطه ان شاء الله. كده طبعا يا مريم كان لقائنا مع واحد من نجوم منتخبنا الوطني لكره اليد كابتن علي زين، والان العوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك يا مريم، تفضلي. شكرا لك جدا زميلتنا نجم منتخبنا الوطني علي زين. الحقيقه خلينا نتكلم شويه كابتن فوزي عن الشوط الثاني. شوط الحقيقه قوي جدا، فقط في منتخب انجولا السيطره تماما، يمكن من بدايه الشوط الثاني كمان، يعني ما كانش لسه حتى عدى 3 دقائق وخلاص يعني انجولا يمكن فقدت السيطره على منتخب مصر. كان عندنا تكتلات في نص الملعب، كنا قافلين عليهم نص الملعب تماما. شايف ازاي بدايه الشوط الثاني اللي خلانا نوصل ان احنا نكسب بفرق السكور ده، على الرغم ان انجولا كانت بتحاول ان هي ترجع تاني تعمل كومباك في الشوط الثاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بنبارك لمنتخب مصر، بنقول هارد لك لمنتخب انجولا، عملوا جيم يتناسب مع قدراتهم. انجولا بدات في اول 3-4 دقائق قربت السكور لفرق 5، ده عمل صحوه للمنتخب المصري، بدا ينظم صفوفه افضل، بدا يقفل الثغرات، وبالتالي قدر يسيطر على الجيم، بدا الفارق يزداد، وده اربك حسابات فرقة أنجولا، بدليل إن المدرب بتاع أنجولا بعد 7 دقايق راح واخد تايم أوت. هو الكونسبت بتاعه دايما أو اللي أنا شفته له في كذا مباراة إن هو بيبدأ بأشكال معينة في الهجوم، بيهاجم ب7-6 في بداية الشوط، حتى لو خاصة سواء الفرق قليل أو الفرق كبير بيعمل كده. بيبدأ يلعب في الدفاع، الدفاع عالي. نجح في يمكن أول 3-4 دقايق فراح مقلل السكور شوية، وبعدين بعد كده بدأت بقى خلاص لعيبة مصر بدأت تهدى، بدأت تاخد بالها
ايه الثغرات اللي موجوده وبدات تلعب عليها. مشكله فرقه انجولا الحقيقه ان كان تركيزها على المنتصف، واعتقد ان منتخب مصر قرى الكلام ده كويس قوي وقفل منطقه المنتصف في الدفاع كويس قوي، وبالتالي اصبحت في بيجدوا صعوبات في الوصول، لان لعبهم الماتشات اللي انا شفتها كلها ليهم مرتكزين اساسا على ثلاث لاعبين بتوع الخط الخلفي، تصويبات من مسافات بعيده، الاختراقات وخاصه من المنتصف مش حتى ما بين واحد واثنين قليله جدا، واستغلال اعلى للاعب الدايره. لما اتقفلت عليهم السبل دي بداوا يرتبكوا، فبدات الامور مش متظبطه، فلقينا حتى الشوط الثاني هم عاملين 11 خطا، 11 كتير قوي، 11 خطا ده 11 خطا من اجمالي كام هجمه هم عاملينها، هم عاملين 29 هجمه عملوا فيهم 11 خطا، يعني في بالظبط اللي شاطوهم على الجون هم 19 كوره. فدي كمان تهبط اي فرقه. اللي ساعد على ده الحقيقه الدفاع منتخب مصر لما قفل المناطق اللعب اللي هو بيلعب بيها، وخاصه ما عندوش استغلال الجناحين خالص بالنهائي، فبالتالي اصبح فرقه انجولا لا حول لها ولا قوه، وده سمح لمنتخب مصر انه يقدر يعمل الروتيشن اللي هو عايزه، يدخل لعيبه عشان يطمئن على حالتهم زي حسن قداح، زي سند اللي شايفه مصاب في اورتو، فيعني ادى مساحات اكبر، ادى مساحه اكبر لمهاب عشان ما يبقاش يحيى خالد بس، وفي محسن رمضان قاعد بره خالص، يعني المفروض عندها ثلاثه كمان تقال، فاتخذت المساحات اللعيبه اكتر عشان تقدر تخش جوه الجيم، يبقى لما اروح للمباراه القويه اللي هي المباراه الجايه اللي متوقعينها يعني غالبا مع تونس، يبقى عندنا فرصه اعلى. طيب زي ما حضراتكم عارفين احنا منتظرين طبعا الفائز من مباراة غينيا وتونس واللي هتبدأ ان شاء الله في تمام الساعة 8 مساء، ولكن زي ما احنا بنتكلم بنسبة كبيرة جدا هنواجه ان شاء الله تونس في السيمي فاينل، وده اللي كل يعني لاعبي منتخب مصر كانوا بيتكلموا عنه والجهاز الفني، ان هي يمكن المباراة الأصعب في مشوار هذه البطولة هتكون السيمي فاينل، ولكن ان شاء الله نقدر ان احنا نحسمها لصالحنا ويعني نتأهل فورا للفاينل، ونحسم كمان لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد على أرضنا هنا طبعا للمرة الثالثة على التوالي وللمرة التاسعة في تاريخ منتخب مصر. كابتن عبد الله، يمكن المرحلة اللي جاية مرحلة صعبة جدا، شفنا مباريات هامة طبعا في دور المجموعات، والنهاردة أيضا كانت مباراة هامة ومباراة كبيرة، ولكن قدر برضو منتخب مصر أنه هو يخلصها بسهولة، ولكن اللي جاي أصعب بكتير جدا من اللي فات، أكيد حسابات أخرى بتنتظر الجهاز الفني لمنتخب مصر ولاعبي منتخب مصر. كمان زي ما احنا شفنا يمكن احنا كنا بنتكلم ما بين الشوطين، هل يمكن خوان كارلوس باستور هيثبت التشكيل خلاص، مش هيبقى عنده فكرة الروتيشن اللي عمله خلال المرحلة الماضية، لأن أكيد مش هيبقى عنده الريسك أنه هو يعمل روتيشن ده خلال تحديدا مواجهة تونس لو تأهلت أمام غينيا؟ هو غالبا طبعا المباراه اللي جايه طبعا احنا كلنا عارفين ان هي يمكن اقوى مباراه على مستوى البطوله كلها، وهتبقى يعتبر شبه نهائي مبكر بين مصر وتونس طبعا، والفرقه ان شاء الله اللي يكون منتخب مصر هو اللي هيفوز ان شاء الله هيسهل مهمته في النهائي كتير. يعني المباراه اللي جايه عليها عامل كبير قوي، يمكن ما فيش فرقة هتبقى في المستوى بتاع الفريق التونسي، واحنا عارفين الكلام دوت من قبل البطولة طبعا. فاحنا غالبا التجهيز بتاع الفرقة واللي هيعمله الجهاز الفني ان هو طبعا هيقدر يجهز اللعيبة ويقدر يحشد كل قواه في المباراة دي ان هو يطلع بقى افضل نتيجة، وفي نفس الوقت يحسم المباراة من الاول، ما يخليش الجيم ماشي هدف بهدف، يحاول ان هو يوسع الفرق على طول من الاول بحيث ان هو يريح الجيم، وفي نفس الوقت يقل من الحده بتاعه التوتر عند لاعبي المنتخب مصر. الحاجه الثانيه بالنسبه لتثبيت التشكيل، اعتقد ان الفتره اللي هتبقى فيها منتخب مصر في مباراه تونس هيبقى الفترات اطول شويه بالنسبه لتثبيت التشكيل. مش هيبقى فيه تغيير كتير في الجيم، هيبقى في اضيق الحدود، وهيبقى قريب يعني بيعتمد على الناس اللي هي بتلعب جنب بعض في فترات طويله قوي، بحيث ان هو يضيق المساحات
ويبقى في تفاهم وتناغم في سواء في الدفاع او في الهجوم. طب ده اللي انا عايزه اتكلم فيه معاك يا كابتن عبد الله. يمكن احنا شفنا خلاص كل المباريات الماضيه سواء في مرحله المجموعات او المباراه دي في دور الثمانيه. لو هنتكلم على اهم العناصر اللي محتاج الجهاز الفني او المدير الفني ان هو يثبت عليها، شفنا منهم اداء كبير، لان احنا الحقيقه شفنا روتيشن كبير جدا خلال الفتره الماضيه، ولكن اكيد كان عندنا عناصر مميزه نقدر ان احنا نعتمد عليها الفتره اللي جايه علشان نحسم صعودنا للفاينل. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا بنلعب بمنتخب مصر مش بفريق نادي او نقدر ان احنا نطلع لعيبه مميزه. انا عندي 16 لعيب مميز اقدر اعتمد على اي لعيب في اي وقت احتاجته. منهم يعني طبعا في حته تثبيت بتاع التشكيل اللي انا بقول لحضرتك عليها، ان هو يقدر يلاعب ناس يقدر يعتمد عليهم فتره اطول، وبالتالي هو النهارده ريح ناس فترات اطول زي ابراهيم المصري. يمكن الشوط الثاني ابراهيم المصري ما شاركش خالص، احمد عادل في الشوط الثاني ما شاركش خالص، يحيى الدرع يمكن برده ما لعبش كتير، يحيى خالد بدا الشوط الثاني وبعد كده ريحه بعد 5 دقائق ولعب مهاب سعيد، حسن قداح اللي انا كنت شايف ان هو ممكن ياخد فتره اطول النهارده على اساس ان هو كان برده كان خارج التشكيل وكان راجع من اصابه، فكان ياخد وقته ويلعب براحته النهارده شويه. طيب دكتور فوزي، يمكن انا هستعرض دلوقتي الاهداف الخاصه بمنتخب مصر والتصويبات للاعبي المنتخب في الشوط الاول، فهستاذن حضرتك ان احنا نجهز كمان الشوط الثاني. يحيى خالد يمكن احرز هدف من تصويبه، ده كله فيما يخص طبعا الشوط الاول. علي زين 3 اهداف من 3 تصويبات، يحيى الدرع 2 من تصويبتين، احمد خيري 2 من تصويبتين، سيف الدرع 1 هدف من تصويبه، عبد الرحمن فيصل 1 هدف من تصويبه، احمد هشام سيسى 3 اهداف من 5 تصويبات، احمد عادل 7 اهداف من 7 تصويبات، وابراهيم المصري تصويبه بدون تسجيل. اما بالنسبه لتصديات محمد علي 6 تصديات من 19 تصويبه. كابتن فوزي، لو هنتكلم على الشوط الثاني محتاجين برضو ان احنا نستعرض الاهداف ويمكن كمان التصديات الخاصه بالجول كيبر. طيب هو احنا الاول نقول ان بالنسبه للمنتخب المصري عمل في الشوط الثاني حوالي 29 مره حصل على الكره وهاجم، عنده كان عنده 5 أخطاء بالظبط خلال الشوط دوت، يبقى صوب 24 تصويبه، ال 24 تصويبه هو جايب منهم 17 هدف، يعني نقدر نقول ان نسبه التسجيل حوالي 70%، النسبه دي اقل من الشوط الاولاني، الشوط الاولاني كانت نسبه التسجيل كانت حوالي 83%. هنقول هل ده يعني هبوط فلوس؟ لا، ده الوضع الطبيعي جدا، ده مش انت بتلعبي في الافريج. اولا النسبه العالميه حاجه 60%، فانت بتتكلمي النهارده ما بين شوط 70% وشوط 83%، اتس جود بالنسبه لنا جدا. معدل الاخطاء عندنا كانت في الشوط الثاني 5، في الشوط الاولاني كانت نسبه الاخطاء عندنا 11% في الشوط الاولاني، في الشوط الثاني 17%، يعني متوسط الاخطاء في الجيم 14%. 14% يعني هو يعني رقم شويه ما يبقى بالنسبه للجيم، لان لما اكون بلعب مثلا بلعب الدنمارك بلعب السويد وبعمل الرقم ده يعني مقبول، انما انجولا النهارده الحقيقه عملت ستارت كويس، كافحت وحاولت، لكن الفرق متسع بعيد. انا شايف النسبه دي ستيل لسه كتيره برضو لما هتيجي في المباريات التقيله بالزبط. وانا حذرت من الكلام ده من الاول، قلت اللي انا قلقان منه نسبه الاخطاء كتير. نسبه الاخطاء دي الحقيقه بتيجي نتيجه يا اما تسرع لاعب او الريتم فيه خلل ما بين اللاعبين، الروتيشن ممكن في التغيير ممكن بيخلي شويه الريتم ده يقل، بلس ان فرقه انجولا لما في فترات طويله واعتقد ان هم كانوا قروا ده، الدفاع بتاعهم بيجي بيعلى لغايه نص الملعب عندك، فبيبقى لازم الايقاع بطيء شويه، المسافات تتسع، التمريرات بتبقى طويله، فمن الممكن انها ما تكونش بنفس الدقه، وده اللي يمكن اللي حصل استغليناها في اوقات ووقعت مننا وضاعت مننا كور في اوقات، بدليل احنا في الشوط الثاني برضو 3 أخطاء للتمرير فقط. معلش انا ليه بتكلم في الاخطاء؟ لان انت معدل اخطائك كل ما نسبه الاخطاء بتقل
كل ما فرصك بتزيد في التصويب على المرمى. طبعا حراسة المرمى في أنجولا ما كانتش عالية قوي، لكن حراسة المرمى في المباراة القادمة اللي احنا متوقعينها تونس، لا الحارسين الاثنين كويسين جدا، ممتازين ومتميزين، الاثنين محترفين والاثنين لعيبة صغار في السن، وأعتقد أن الأدفانتج بالنسبة لهم هيبقى عالي، فيبقى ما ينفعش أن أنا أشوط كور كتيرة وأضيعها. مظبوط. احنا عدد الاهداف اللي اتصوبت في الشوط اللي ضاعت مننا في الشوط الثاني، انا قدامي اهوت حوالي 7 كرات في ظل وجود اللي هو ما بين صد حارس 4 و3 كور خارج المرمى. برضو انا شايف ان الرقم ده كتير على مستوى الجيم. لما تيجي الجيم اصعب اعتقد ان الدنيا هتبقى يعني اصعب شويه، فلازم يبقى في دقه تركيز اكتر. بس بنقول برضو ان الحمل الدفاعي والهجومي مع فرقه زي فرقه انجولا خبط فيها كتير، اجسامهم قويه جدا. النهارده اول مره بنشوف كارت احمر في 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 جيم اجينست مصر. الناس برضو يعني كان عندهم امل لكن الامور فلتت منهم، فده برضو بيهبط شويه من اللاعبين، فبالتالي بيأثر على الاداء الهجومي بتاعه. طيب كابتن عبد الله، يمكن احنا عمالين نتكلم مباراه تونس، اكيد احترام الخصم حاجة مهمة جدا، ولكن فكرة ان يمكن الجمهور واللعيبة عاملة حساب كبير ممكن يصل لمرحلة القلق من المباراة المقبلة، هل ده ممكن يعود بالسلب على منتخب مصر؟ احنا منتخب كبير محققين اخر نسختين من البطولة، فمش صح ابدا ان احنا نكون داخلين قلقانين في مباراة تونس المقبلة اذا طبعا حسمت التأهل امام غينيا. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، بالنسبه لو شفنا المقاومات بتاعه الفريق التونسي، احنا طبعا لو بنتكلم على فرقه انجولا النهارده، فرقه انجولا المفروض فرقه كويسه وسريعه وعندهم اجسام كويسه، بس للاسف ما عندهمش دكه كافيه ان هم يخشوا في المباراه. عكس المنتخب التونسي، يمكن المنتخب التونسي فيه المقاومات اللي قريبه من المنتخب المصري. مظبوط. يقدر ان هو يعتمد على مجموعه كبيره من اللاعبين خلال الجيم. بالنسبه للجمهور او الارض، عامل الارض والجمهور لازم دايما بيبقى في صالح الفريق صاحب الارض، خصوصا لو هو فعلا بيلعب باحترافيه. لاني ما ينفعش انا يبقى عندي عامل جمهور وعندي عامل ارض وانزل ابقى متوتر من الجمهور، زي شفنا على مدار المباراه. ده يبقى في صالحي، ده يبقى في صالحي انا طبعا، خصوصا ان انا اتعودت خلاص على المباريات اللي بالشكل ده. انا لعبت على مباريات على شكل اكبر من كده والمفروض على قوه اكبر من كده، فخلاص انا يعتبر اتعودت على الجو ده. عامل الارض والجمهور ده المفروض يبقى في صالحي. طيب انا عايز اخد من كلام كابتن فوزي ونتكلم عن نسبه الاخطاء واهم الاخطاء اللي لازم الجهاز الفني يتفاداها، ويكون في يعني يمكن حديث مطول مع اللاعبين قبل مباراه تونس اللي ما ينفعش نقع فيها في مباراه تونس، لان اكيد هيبقى الحسابات مختلفه تماما بين منتخبي تونس وانجولا النهارده. هو المفروض اللي انا اتلاشاه في مباراه منتخب التونسي حته الاستفزازيه بتاعه لعيبه المنتخب التونسي. انا ما انسقش ورا اللعيب اللي يقدر يستفزني او اللي يقدر ان هو يطلعني بره الملعب او بره، يبقى في امور خارجيه تاثر عليا انا جوه الجيم. فانا اكيد طبعا مستر باستور او كابتن هاني الفخراني طبعا على علم بالكلام دوت، وراجل لعب احترافيه طبعا في مباريات كتير قدام المنتخب التونسي، فاكيد دوت هينوه عليه للعيبه في المحاضرات اللي هي بتتم خلال التمرين او المحاضرات اللي هي بتتم قبل المباراه. لان طبعا احنا عارفين فرق الشمال عامه سواء في الكوره او في الهاندبول هم بيلعبوا على الحته دي. بالنسبه للمنتخب المصري بالذات عارفين ان هو ممكن ينساق ان هو ورا الاستفزاز، فممكن يطرد لعيب من خلال حاجة زي كده أو ممكن يخرجوا بره الجيم. فهي أكيد ديت اللي هينوهوا عنها في خلال الفترة اللي جاية يعني. لكن كلعب
احنا طبعا اعلى من المنتخب التونسي كتير. طيب طبعا لغه الارقام هامه جدا والاحصائيات اكيد في مثل هذه المباريات زي مباريات طبعا دور الثمانيه وايضا المباريات المقبله اكيد بيبقى حاجه هامه جدا، فعايزين نستعرض على حضراتكم اكيد احصائيات منتخب مصر في هذه المباراه. يمكن صوب 49 تصويبه احرز 37 هدف بنسبه 75%، أحرز من الست أمتار 15 هدف من 19 تصويبة بنسبة 78%، وأحرز من السبع أمتار هدف من تصويبة بنسبة 100%. أحرز أيضا المنتخب من التسع أمتار 3 أهداف من 4 تصويبات بنسبة 75%، وأحرز من الاختراق 6 أهداف من 9 تصويبات بنسبة 66%. أحرز أيضا من الفاس بريك 7 أهداف من 9 تصويبات بنسبة 78%، ومن الجناح هدفين، أحرز هدفين من 4 تصويبات بنسبة 59%. أيضا أحرز في المرمى الخالي 3 أهداف من 3 تصويبات بنسبة 100%. أحمد عادل طبعا زي ما احنا قلنا بس بلاير أو أفضل لاعب في المباراة، في اللقاء صوب 7 تصويبات أحرز 7 أهداف بنسبة 100%. يحيى الدرع عمل 6 أسيست حاسم، أحمد خيري 4 أسيست، علي زين طبعا عمل 2 أسيست، إبراهيم المصري 2 أسيست أيضا، وأسيست لكل من يحيى خالد وحسن وليد هدافي منتخب مصر. أحمد عادل أحرز 7 أهداف من 7 تصويبات زي ما احنا قلنا بنسبة 100%. طبعا سند أحرز 6 أهداف من 7 تصويبات بنسبة 86%. محمد ممدوح هاشم أحرز 4 أهداف من 5 تصويبات بنسبة 80%. أحمد خيري 4 أهداف من 5 تصويبات بنسبة 80%. أحمد هشام سيسا 3 أهداف من 3 تصويبات بنسبة 60%. علي زين 3 أهداف من 3 تصويبات بنسبة 100%. يحيى خالد هدفين من 3 تصويبات بنسبة 67%. يحيى الدرع هدفين من 2 تصويبة بنسبة 100%. سيف الدرع هدفين من 2 تصويبة بنسبة 100%. حسن وليد هدفين من 3 تصويبات بنسبة 67%. عبد الرحمن فيصل هدف من تصويبتين بنسبة 50%. ومهاب سعيد هدف من 4 تصويبات بنسبة 25%. إبراهيم المصري تصويبة بدون أهداف. وتصديات محمد علي الجول كيبر 12 تصدي من 35 تصويبة بنسبة 34%. طيب دكتور فوزي خليني أجي لحضرتك على منتخب تونس. يمكن احنا شفناه في المباريات الماضية ويمكن هو الخصم الأقوى بالنسبة لنا. تونس يمكن مستوى فني ومستوى بدني يمكن عنده كل العوامل اللي يعتمد عليها أمام منتخب مصر خلال المباراة المقبلة. طبعا في حالة تأهل ونحن نتكلم بنسبة أكبر من 90% في المباراة المنتظرة اللي خلاص يعني يتبقى عليها يمكن أكثر من نصف ساعة بحاجات قليلة جدا. منتخب تونس أكيد ليه حسابات أخرى تماما في المباراة اللي جاية. ولو بنتكلم كمان أنه عندنا دايما احنا بنعتمد على الفاينل ان هو بيبقى المباراه الاصعب، ولكن احنا في البطوله دي احنا عندنا السيمي فاينل احنا بنتعامل معاه يعني يمكن بمثابه فاينل لانه جاي في الوقت الاصعب وهو السيمي فاينل، ولكن هي المباراه الاصعب في مشوار البطوله. طيب الحقيقه منتخب تونس من افضل المنتخبات الافريقيه وهو اكثر حصولا على هذه البطوله، ومن هنا بتظهر اهميته. بس اسمحيني اصلح يعني مصطلح الناس بتقوله، مصطلح خصم، احنا مش خصوم احنا متنافسين. والحقيقة انا دايما بقول يا اخوانا بلاش كلمة خصومة لان الخصومة دي شيء صعب قوي، احنا في تنافس فنقول المنافس مش الخصم. انا اسف طبعا بس انا بحب لا طبعا دايماً، ولكن هو احنا دايما بنقولها دي مش بهدف الخصم كخصومة، ولكن بيبقى منافس قوي منافس على ارض الملعب، فطبيعي ان ده منافس قوي غير خصم دارج. ولكن زي ما احنا شايفين
في كل البطولات على أرض مصر وفي كل البطولات عموما. احنا شايفين أكيد بيبقى روح رياضية كبيرة جدا، الفائز بيهني الخاسر والعكس صحيح، أو بيتمنى له يعني الحظ في بطولات أخرى أو في مباريات مقبلة، ولكن يعني هو ده حال الرياضة طبعا دكتور فوزي. يعني ما احنا بنحاول نصلح بعض المصطلحات دي اللي الناس بقت ترنانة في أذن الناس وهي خاطئة في الرياضة. احنا رياضة تنافس مش تخاصم، عشان كده الفرق ده. انا اسف ان انا اطلت في النقطه ديت. اتكلم في منتخب تونس. منتخب تونس الحقيقه من المنتخبات القويه جدا، بدليل ان هو اكثر حصولا على هذه البطوله. منتخب منظم جدا، يمكن خلال الاربع سنوات اللي فاتت كان عنده اهتزاز وعنده تغيير في قوام وجسم الفريق. بدا النهارده يشرك مجموعه من اللاعبين الصغار، جايب مدرب على مستوى عالي جدا من فرنسا، باتريك جازال اللي هو الوينج رايت بتاع فرنسا. راجل حقيقة عامل شغل كويس جدا جوه الفريق في المباريات اللي انا اتفرجت عليها. متوسط الاعمار بتاعهم صغير، مع 2-3 موجودين زاوية خبرة. منتخب طموح جدا، واعتقد ان هتكون المباراه قويه. ليه دائما مباراه مصر وتونس والجزائر ومصر وتونس والجزائر دائما بيبقى التنافس فيها شديد؟ لان الحقيقه رياده او قياده القاره الافريقيه لشمال افريقيا مصر وتونس والجزائر، هم الثلاثه اللي دائما في تاريخ البطولات كلها هم اللي حاصلين على كل البطولات. فطبيعي جدا ان هيكون التنافس عالي. أنا شايف إن فريق تونس مستعد كويس، قدراته جيدة، عنده أجنحة كويسين جدا، لاعب دايرة كويس قوي، تعامل خططي جيد جدا، عندهم فاست سنتر اللي هو الإرسال السريع كويس جدا، تنظيمهم الدفاعي كويس، وراهم حارسين مرمى أنا شايفهم حقيقة من أفضل حراس المرمى الصاعدين، لأن الاتنين صغيرين في السن، والاتنين أعتقد واحد محترف في سويسرا وأعتقد اللاعب التاني محترف في رومانيا. مش متأكد بالظبط من الأماكن، لكن الاتنين محترفين، الاتنين صغار السن، واحد 23 سنة وواحد حوالي 24 سنة. فإذا صغار السن فالمستقبل بيقول عندهم. ليه؟ لأن احنا لعبة كرة اليد هي دفاع وحراسة مرمى. كل ما بيعلى، أنت لسه بتقولي دلوقتي نسبة محمد علي 34%. لو نبص في مثلا في بطولة أوروبا اللي بتقام حاليا في نفس التوقيت، هتلاقي إن في نسب حراس تعدت 40% ودفعت بفرقها. دفعت، وأنا بقصد كلمة دفعت، دفعتهم إلى المناطق ما كانوش يحلموا بيها أو وصلتهم للمربع. فإذا حراسة المرمى هي جزء مهم جدا. احنا الحمد لله في مصر عندنا حارسين، إذا كان كريم بنعتبره الخبرة، محمد علي من مواليد 92 يعني لسه برضو قدامه مساحة من اللعب، لعيب متميز، غير عصام الطيار، غير حميد كمان داخل وراهم. يعني إذا ما نقلقش قوي. يعني هو طه وعبد الرحمن طه. يعني أنت عندك أربع خمس حراس يخلوكي تخشي جوه الجيم بشكل أفضل. فريق تونس فريق محترم، أعتقد أن الفريق المصري محترم فريق تونس. توقعاتي الشخصية ان شاء الله الغلبة لفريق مصر على الشكل اللي انا شايفه. انت عندك البنش بتاعك قوي جدا، دخول وخروج اللاعبين انا مش قلقان منه. ولما كنت بتكلم في موضوع الروتيشن كنت بسمع الحقيقة بـ 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 بإصغاء شديد. الروتيشن مش هيبقى الروتيشن اللي احنا بنشوفه دلوقتي، ده هيكون بغرض يا اما تطوير القوة الهجومية يا اما تطوير القوة الدفاعية، عكس ما شفنا في المرحلة الماضية بالظبط. ايوه. واعتقد ان منتخب مصر مش 16، لا انا بقول ال 20 لعيب اللي هم قوام المنتخب الحقيقي، اي لعيب فيهم هيبقى في الملعب هيكون على مستوى عالي، لانهم بسم الله ما شاء الله كلهم مستوى عالي. منافسة شديدة جدا يا كابتن عبد الله في تحديدا البطولة دي، لأن هي مؤهلة لمراحل هامة جدا، الأولمبيكس طبعا أو أولمبياد باريس 2024، وأيضا بطولة العالم في 2025. خمس منتخبات
يمكن هيتنافسوا بشده خلال المرحله المقبله سيمي فاينل فاينل، وايضا الثلاث منتخبات الاولى يعني الحقيقه عندهم برضو فرصه كبيره جدا في اولمبياد باريس 2024، سواء طبعا الفائز بالتاهل مباشره او المنتخبين اللي بعد كده يمكن هيبقى عندهم ملحق اوروبي. اللي حاصل ده فكره ان البطوله دي مستنيه بعدها مراحل هامه جدا، اكيد هيبقى التنافس شديد او اكتر من اي بطوله ماضيه. طبعا كل مدير فني او كل لعيب بيحاول بقدر الامكان ان هو يحصل على التقدم بتاعه بحيث ان هو يبعد عن اي مشاكل هتقابله بعد كده في الادوار الثانيه في الملحق الاوروبي. خصوصا ان احنا البطوله على ارضنا والبطوله يمكن بين فرق افريقيا، فسهل جدا ان انت يعني تكسب البطوله على ارضك ويبقى عامل جمهور وارض زي ما احنا كنا بنتكلم يبقى في صالحك. دي طبعا مقومات طبعا تبقى في صف اي فرقه. كون ان انا بقى اكسب واوصل لاولمبياد باريس يبقى انا كده اثرت الطريقه على نفسي بنسبه مثلا 75% مش 50%، وبالتالي اقدر احط بعد كده برنامج امشي عليه واقدر اطور بقى البرنامج بتاعي واخد الفترات الزمنيه اللي انا اقدر امشي عليها من خلال المدير الفني اللي يقدر يحط سيستم لخلال فتره بلان طويل. يعني غير بقى ما يكون هيقابله مثلا لسه بقى هيخش ملحق وبعد كده على بال ما يخلص الملحق يخش يبقى قرب على اولمبياد باريس فهتبقى الفتره قريبه، فهيبقى مفيش استقرار قوي زي ان انت تاخدي البطوله من دلوقتي ويبقى قدامك مثلا سنه او اقل حوالي مثلا 8 شهور على بال مثلا ما تروحي الاولمبياد. فدي هتاثر كتير على المدير الفني وعلى اللاعبين. طيب دكتور فوزي، يمكن احنا خلاص يعني ما وصلنا لدور الثمانيه، شفنا كل المنتخبات في مرحله المجموعات. عندنا الحقيقه منتخبات يعني زي ما احنا كده بنقول هي منتخبات اكيد كلها قويه، ولكن عندنا يعني اب اند داونز حصلت سواء في البطوله الماضيه، يمكن انجولا كان ماشي بشكل افضل من كده بكتير في البطوله اللي فاتت عكس البطوله دي. شايفين كمان الراس الاخضر يمكن محقق برضو ارقام كبيره، شايفين الحقيقه وده شايفينه سواء على مستوى كره اليد او كمان كره القدم. لو هنتكلم عن اقوى المنتخبات اللي كانت موجوده في البطوله دي بعد انتهاء مرحله المجموعات، لو هنتكلم يعني يمكن كده او نرقم المنتخبات من الاقوى للاضعف في البطوله دي، ومنتخبات يعني يمكن احداث فارق وكانت مفاجاه بالنسبه لحضرتك. هو كاحداث فارق او مفاجاه؟ لا، ما الحقيقه ما كانش فيه مفاجات بالنسبه لي، الامور كانت ماشيه في الشكل الطبيعي فما كنت شايف ان في اي مفاجات. لكن الترتيب هنا اتمنى ان الجزائر تنجح انها تكسر حاجز الراس الاخضر، اتمنى هذا يعني، وخاصه ان تيم الجزائر تيم شاب يمكن هو تعرض لبعض الوعكات كده قبل البطوله ان شال المدرب وجاء مدرب جديد يعني بقاله كتير مش معاهم، لكن برضو عندي امل كبير لاننا طبعا منحاز الى الدول العربيه اكثر من الدول الاجنبيه. لكن انا توقعي الشخصي ان هيكون النهائي ما بين مصر والراس الاخضر. ليه؟ الحقيقه الفرقه بتاعت راس الاخضر فرقه منظمه جدا، انا شايف قدراتها يمكن المره دي اقل من البطوله الماضيه، هي صاحب برونزيه البطوله الماضيه، وبالتالي هي مرشحه اكتر لانها تكون في النهائي. فانا شايف ان مصر الراس الاخضر وهيبقى تونس والجزائر، وادعو الله ان المغرب تقدر تلحق بالركب وتقدر تدخل معانا في الخمس فرق اللي هم هيوصلوا لكاس العالم القادم، لان هو ده الهدف الثاني اللي مش هيقدر يوصل. يعني مش كل الفرق داخله بهدف انا هكسب البطوله عشان اوصل للاولمبياد. الثلاث فرق اللي هم عندهم الهدف ده اعتقد ان هي مصر تونس والراس الاخضر، مش الجزائر على فكره. الجزائر كهدفها كله انها تدخل كاس العالم. طبعا الترتيب بيفرق. ليه؟ لان لما بتبقي على راس المجموعه في كاس العالم بتتحطي في مجموعه احن شويه، بيبقى الخط كويس، التاني بيبقى اقل شويه، التالت اقل كده، الرابع والخامس يا عيني ربنا معاهم يعني، فالدنيا بتبقى صعبه.
فأتمنى إن شاء الله إن الدول العربية كلها زجت مصر وتونس والجزائر والمغرب إن هم يكونوا مؤهلين لكأس العالم. أما يعني الأولمبياد أتمنى طبعا مصر ما فيش اختيار غيره إن شاء الله. إن شاء الله. طيب كابتن عبد الله بتتفق مع دكتور فوزي في المنتخبات اللي اتكلم عنها في هذه البطولة بعد انتهاء مرحلة المجموعات وخلاص دخلنا في دور الثمانية؟ طبعا نتفق مع كابتن فوزي يعني ده معلمنا يعني. فا الرأس الأخضر عاملين فعلا طفرة جامدة جدا زي ما حضرتك كنت بتقولي، وطبعا شفنا اللي هم عاملينه في الكورة، وامبارح يمكن حصل من خلال المباراة بتاعت مصر في لعيبه كما كانتش بتشارك في الجيم بتاع منتخب مصر، لا زي زائد ان منتخب الراس الاخضر البطوله اللي فاتت برده كان عامل البطوله كويسه وكان ليهم ظهور في الـ في الـ في ميداليا، فكون ان هم يبقوا متواجدين كده يبقى دي حاجه كويسه طبعا ان هم يتفوقوا في بلد يمكن تعداد السكاني بتاعها قليل جدا. طبعا زي ما كابتن فوزي كان بيقول ان الخمس فرق المتنافسين هيروحوا كاس العالم، اللي بيبص على الثلاث مراكز الاولى يعني منتخب مصر بيبص علشان يأثر الطريق عليه زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان هو يوصل مباشره للاولمبياد، بعد كده هيبقى هتنقسم العمليه للثاني والثالث ان هم ممكن يخشوا ملحق، فهتبقى العمليه صعبه عليهم شويه. يمكن تونس برضو كان قابل نفس الموقف دوت البطوله اللي فاتت، ومصر وصلت مباشره قدروا ان هم يوصلوا للملحق الاوروبي وبعد كده يوصلوا الاولمبياد برضو عن طريق الملحق الاوروبي. فنتمنى اي فرقه من افريقيا تقدر تشارك في الاولمبياد دي تبقى حاجه كويسه بالنسبه لنا، وهتبقى برضو يمكن تزيد افريقيا قوه يعني ان انت تاخدي مراكز بعد كده او عدد فرق من افريقيا لكاس العالم. طيب دكتور فوزي عايزين نتكلم شوية عن الجيل الحالي اللي يمكن بدأ يعني أو حصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2020-2022. لو الحقيقة يعني حسمنا هذه البطولة أيضا هيبقى ثلاث مرات متتالية على مدار يمكن سنوات قليلة جدا، جيل الحقيقة محتاجين ان احنا نديله حقه، يمكن كمان خلق شعبية كبيرة لأجيال أصغر طبعا في اللعبة، لعبة كرة اليد يمكن زي ما احنا عارفين أو متعودين دايما كرة القدم هي نمبر 1 أو اللعبة الأولى، ولكن الحقيقة الجيل ده قدر ان هو يحقق معادلة مش هنقول صعبة لأن أكيد كرة اليد ليها متابعين كتير جدا ومريدين كتير جدا، ولكن الحقيقة قدر ان هو يخلق جيل مهتم جدا بكرة اليد كيعني أهم الألعاب الأخرى الموجودة. فمحتاجين ان احنا نتكلم عن هذا الجيل اللي يمكن خاض بطولتين قدر يحسمهم، وان شاء الله البطولة دي أيضا يقدر ان هو يحسم. هو الحقيقة الجيل اللي موجود عندك خليط من أكثر من فئة عمرية، يعني عندك 88 هتلاقي المصري، المصري 89 حتى كريم هنداوي، هتلاقي محمد ممدوح هاشم، مين تاني ما اعتقدش ان في الا الثلاثه دول، فدي يعني ليفل بيمثل الخبره عندك في التسعينيات وفي في التسعينيات بقى هتلاقي سند، هتلاقي يحيى الدرع سيف لا سيف الدرع 98 عبد الرحمن فاذا ادي جيل تاني خيري وخيري لا خيري 94 94 كمان مش 92 جيل التسعينات عامه، ما هو عند عشان احنا عندنا بنلعب كاس العالم كل سنتين فبالتالي بنحسبها دايما بالسنتين، فبنقول 90 وبعدين بنقول جيل 92، جيل 92 هتلاقي فيه محمد علي هتلاقي فيه محمد علي 92 عندك مين تاني 92 سند متهيألي لا سند مواليد 91 اصلا ويحيى الدرع 95 يعني شوف يحيى اللي احنا شايفينه سوبر، سيف اخوه 98، فانت عندك قوام من 88 لغايه 2000 مواليد 2000، فانت بتتكلمي النهارده في 12 2003 2002 مين بقى مين انا مش مهاب مهاب 2003 2003 عندنا 2003 احنا بصي انت يعني بتتكلمي في 14 خمس ست اجيال، فدول هم جيل واحد قدامنا احنا شايفينهم جيل واحد متميز، لكن هو نتاج المزج ما بين الاجيال، وده الحقيقه عايز اقول يجب ان نرفع قبعه للاتحاد المصري لكره اليد
الاتحاد اللي بشرف ان انا اكون احد العاملين فيه، لانه قدر يعمل تواصل الاجيال فاصبحت السقطات كبرات. مش علي. على فكره الموضوع ده بدا بالظبط بعد مونديال 2003، اسف كاس عالم 2003، كانت سقطت مصر الى المركز ال14 وكان ماسكها في الوقت ده كابتن زوران، مدرب زوران، وده راجل كان من اعظم مدربي العالم، لكن سقطت الموضوع ده. من 2004 بدانا انشاء اجيال الاجيال الحديثه اللي انت شايفاها دلوقتي. احنا اذا ما احنا بنتكلم في كام سنه؟ 20 سنه. في 20 سنه انت حققتي انجازات، قعدتي الاول كاس العالم اللي بعده ما حققتيش نتيجه كويسه، قمتي الثامن او التاسع، وبعدين بس بداتي تعملي ستيبس عشان بتصنعي اجيال. فالنهارده الجيل ده جيل قوامه من 12 سنه مفترقه ما بين اللاعبين، يعني ولد عمره 88 زي قلنا كريم هنداوي، وجنبه 2003 مواليد 2003 2003 مهاب. فشوف الفارق الزمني ما بينهم، والفارق بين إيه؟ الفارق كمان بين كريم هنداوي، ومع ذلك الانسجام، والفارق ما بين كريم هنداوي وحميد، يعني مواليد 88 ومواليد 2000. فالحقيقه اذا كنا بنتوجه بالشكر لمنظومه كره اليد اللي خلال ال 20 سنه دي مر فيها العديد من رؤساء الاتحاد ومن اعضاء مجلس الاداره، ان هم حافظوا على المنظومه اللي موجوده. المحافظه دي ما جاتش من فراغ، جت من بناء من تحت. دائما عندك منتخبات تحت، على فكره انت متسيده البطوله الافريقيه في المنتخبات الصغيره سواء ناشئين او شباب، انت اللي متسيده، ده برضه فده اللي بيعمل لك التغذيه الدائمه لفوق، بلس انك انت عدد اللاعبين المحترفين النهارده بقى عندك حوالي 13 لاعب محترف، ده فرق معاكي كتير، منهم طبعا. 11 او 10 موجودين معاكي دلوقتي، لكن في ناس تانية مش موجوده معاكي. فاذا معنى كده انت بتعملي ستيبس عشان تقدري تطوري في الفرقه. طيب نشكرهم وان شاء الله نتمنى المزيد من ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. نروح سريعا لصاله المغطاه باستاد القاهره، وتنضم لنا مره اخرى زميلتنا سالة حامد، ولقاء مع افضل لاعب في المباراه كابتن احمد عادل. تحياتي ليكي طبعا يا مريم وكل ضيوفك الكرام وكباتننا طبعا كبار في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وطبعا زي ما انت قلتي كان حاليا معي رجل المباراه مان اوف ذا ماتش النهارده طبعا في مباراه مصر وانجولا كابتن احمد عادل. كابتن احمد طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا عايزه ابارك لك يعني مرتين بقى، ابارك لك على المباراه النهارده والتاهل للسيمي فاينل، وابارك لك على جائزه رجل المباراه النهارده. الله يبارك فيكي. طبعا الحمد لله على المكسب، هو كان اهم حاجه عندنا ان احنا نكسب. مركزين في البطوله ماتش بماتش، شايف ان احنا الناس ماشيه بخطى ثابته. طبيعي يعني احنا كسبنا النهارده فرق سكور، بس في غلطات وفي حاجات طبعا يعني محتاجين نصححها عشان احنا داخلين على ماتش مهم جدا، ماتش سيمي فاينال هيبقى الاغلب يعني مع تونس. الناس هتبدا بقى النهارده خلاص ريكفري، ومن بكره ان شاء الله هيبدا في ماتش تونس تحضير فيديوهات تمرين. شايف يعني ان احنا ان شاء الله ربنا يكرم كده وماشيين زي ما احنا كده ان شاء الله ناخد البطوله. طبعا مستويات الفتره اللي فاتت في المباريات كانت مستويات متوسطه شويه طبعا يا كابتن احمد، يمكن طبعا المباريات الاصعب ابتدت من النهارده، مباراه انجولا وزي ما انت قلت مباراه تونس، والاقرب طبعا تونس هتكسب في مباراتها اللي هي هتبتدي كمان شويه مع غينيا. طبعا الاستعدادات هتكون مختلفه تماما، التحضيرات هتكون مختلفه تماما، يمكن كلام مستر باستور معاكم بيكون عامل ازاي طبعا عن المباراه السيمي فاينل اللي هي الاهم والاصعب في البطوله دي؟ طبعا دول المجموعات طبعا لازم الماتشات مثلا مش اقوى حاجه، فلازم نعمل روتيشن نحضر الناس كلها تبقى موجوده وتبقى جاهزه. وممكن وارد يحصل في ماتش من ماتشات الكي او اللي هي الادوار الثمانيه والسيمي فاينل والفاينل يحصل مثلا حد داي اوف ولا حاجه، لازم تبقى الفرقه كلها جاهزه. وبدليل شفنا قد ايه مثلا نزل الماتش اللي فات ونزل الماتش ده بيحاول يجيب مستواه، يحاول يرجعه بعد الاصابه. طبعا شايف ان حاجه كويسه جدا حوار الروتيشن ده، بس طبعا الموضوع هيبقى من دور يعني من النهارده. السكور لما فتح شويه الدنيا بقت احسن بكتير. انا شايف الماتش الجاي الموضوع يعني على حسب الماتش هو محتاج ايه، ممكن في الماتش يبقى قوي، ممكن الماتش يبقى مريح. انا شايف يعني ده على حسب الماتش بيبقى عامل ازاي. طبعا
طبعا رسالتك كمان لجماهير المصريه، شفنا النهارده يمكن الصاله كان فيها اعداد اكتر من المباريات اللي فاتت، فطبعا رسالتك يوم قبل كمان المواجهه الاصعب بالنسبه لكم وهي مواجهه تونس. طبعا رساله الجمهور مصر، طبعا انا شايف ان احنا لازم نقفل الصاله، لازم الموضوع يبقى فول هاوس، ان الناس ما تتفرجش من البيت، احنا محتاجين الدعم. الموضوع ده بيبقى حافز كبير جدا للعيبه، احنا اول لما بيحصل بنشوف الجمهور الموضوع بيبقى مختلف تماما، الشعور بيبقى مختلف تماما، موضوع كنا مفتقدينه في كاس عالم كان في مصر. طبعا الموضوع دلوقتي احنا عندنا موضوع الجمهور، محتاجين الناس كلها، الصاله فتحت فخلاص احنا محتاجين الناس كلها ان هي تخش الصاله، محتاجين الناس في السيمي فاينل، يعني مستنيينهم في الصاله. ميرسي جدا طبعا يا عادل، وببارك لك تاني وبالتوفيق ان شاء الله المباراه القادمه، ومستنيين منكم طبعا اداء قوي زي ما عودنا دايما في مباراه تونس. ميرسي جدا. الله ان شاء الله، الله يبارك فيك، ربنا يخليك. شكرا شكرا. ده طبعا لقائنا يا مريم مع رجل المباراه النهارده او مان اوف ذا ماتش لمباراه مصر وانجولا، طبعا كابتن احمد عادل نجم النادي الاهلي ونجم منتخبنا الوطني. والان عوده مره للاستوديو، طبعا الكلمه ليك يا مريم، تفضلي. شكرا ليكي جدا زميلتنا سلا حامد، و يمكن كنا بنتكلم عن هذا الجيل الحقيقه، ولكن خليني اروح لك بقى يا كابتن عبد الله. لو حضرتك مكان خوان كارلوس باستر، ممكن ايه عنصر المفاجاه اللي يكون موجود في مباراه تونس اللي حضرها الجهاز الفني لتونس، منتخب تونس؟ والله اعتقد ان ممكن يشرك حارس مرمى محمد عصام الطيار، يمكن هو دوت يبقى المفاجاه بتاعته لمباراه تونس. عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان مباراه تونس هتبقى سلاح ذو حدين، وهتبقى متوقفه على لعيبه المنتخب المصري والحاله بتاعتهم والبدايه بتاعتهم طبعا. وان شاء الله لو احنا بدانا المباراه واحنا في ثبات، وقدرنا ان احنا ستيب باي ستيب على طول كده ندوس على الفرق اللي قدامنا، المباراه ان شاء الله هتبقى مريحه، والمنتخب المصري هيكسب باذن الله، وفرق كبير باذن الله، فرق كبير ان شاء الله. طيب البدايات حضرتك كنت بتتكلم ان احنا كان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا ان شاء الله في المباراه المقبله ان احنا نبدا مرتاحين، ما يبقاش هدف لهدف زي ما احنا عارفين او متعودين على طبع المباريات ما بين مصر وتونس. طيب هو طبيعي في الهاندبول ان المباراه بتبقى ماشيه هدف بهدف، ده طبيعي، بتبقى الفتره لغايه لما اللي هم بتسمى جس نبض، لان هي مش جس نبض، الفرقتين قاريين بعض كويس قوي، عارفين بعض معلومات، مش هتبقى فيه مفاجآت يمكن غير اللي قالها كابتن محمد عبد الله. محمد عصام الطيار الحقيقه من الحراس المتميزين، وعامل يعني طفره جميله جدا في مستواه في المانيا، لغايه دلوقتي هو ما لمس الملعب. ممكن تكون دي مفاجأة المباراه ويلعب بثلاثه حراس مرمى، قد امر وارد جدا جدا جدا، وهي دي ممكن تبقى مفاجأة المباراة. إنما خلاف كده من اللاعبين، لا، اللاعبين دول عارفين، اللاعبين دول وحافظينهم، حافظين كل حاجة بتتعمل إيه. فإذا نتمنى التركيز، ثبات الانفعالي، التركيز من البداية عشان تقدر تجهد فرقة تونس وتقوم تقدر تسيطر عليها. طيب احنا عندنا برضو لقاء آخر مع زميلتنا سالة حامد من أرض الملعب، اتفضلي يا سالة. من جديد طبعا برحب بك يا مريم، وبالتاكيد بضيوفك الكرام وكباتننا الكبار في الاستوديو، بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويمكن طبعا معي حاليا يعني واحد من نجوم المباراه النهارده، كابتن مهاب سعيد. كابتن مهاب، طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزه طبعا ابارك لك النهارده على المباراه وعلى التاهل كمان للسيمي فاينل من البطوله. بس خليني قبل ما نتكلم اي في اي حاجه ليها علاقه بالمباراه اقول لك كل سنه وانت طيب. طبعا ده كان من يومين، كل سنه وانت طيب وقبل 100 سنه. انا خليك يا زلمه وانت طيبه. والله الحمد لله احنا بدانا الماتش من أوله بشكل كويس، كان تركيزنا كله إن احنا يعني نفصل خالص عن ماتش تونس، يعني إن احنا نركز في الماتش ده، لأن هي فرقة كويسة جدا، عملت ماتش كويس جدا مع تونس، فكنا مركزين جدا إن احنا ننزل من البداية عشان نريح نفسنا ونعرف نعمل الروتيشن بتاعنا كويس. بس والحمد لله ربنا كرمنا. طبعا الاقرب هيكون تونس في السيمي فاينل، استعداداتكم هتكون مختلفه طبعا يا مهاب مع مستر باستور، فكلمني ازاي هتستعدوا ان شاء الله للمباراه دي فنيا وطبعا نفسيا ومعنويا اكيد مع مستر باستور. طبعا احنا بعد ما خلصنا ماتش على طول اتكلمنا، واحنا اصلا فريق تونس بنحضر من بدري، يعني من قبل البطوله واحنا بنحضر، بنتفرج على فيديوهات،
ولسه برضو هنتفرج على فيديوهات النهارده تاني وبكره لا مركزين احنا الحمد لله، وشايف ان الفرقه يعني كل واحد مركز وكل واحد عارف ان الماتش ده مهم ازاي، لان الماتش دوت يوديك فاينل وفي نفس الوقت توصل فاينل مستريح، لان هو ده يعتبر ماتش البطوله يعني. بس توفيق ان شاء الله يا مهاب. طبعا في المباراه دي زي ما انت قلت هي يعني اللي هي اهم ماتش في البطوله، هو مباراه البطوله طبعا اهم من الفاينل او اصعب من الفاينل. ببارك لك تاني وبالتوفيق ان شاء الله المباراه القادمه، وكل سنه وانت طيب تاني. شكرا يا سلام، انت طيب يا مهاب. كده طبعا كان لقائنا يا مريم مع واحد من نجوم المباراه النهارده كابتن مهاب سعيد، والان العوده مروح للاستوديو طبعا نتكلم ليك يا مريم، تفضلي. شكرا ليكي جدا زميلتنا سالا حامد، وبهذا اللقاء بنكون وصلنا لختام الاستوديو التحليلي الخاص بينا النهارده، وكان خاص طبعا بمباراه منتخب مصر وانجولا في دور الثمانيه من بطوله كاس الامم الافريقيه لكره اليد. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله في مباراته في السيمي فاينل ان شاء الله بنسبه كبيره هتكون امام منتخب تونس، اكيد مباراه لها حسابات اخرى. منتخب تونس منتخب كبير جدا وقوي جدا، ولكن ان شاء الله منتخب مصر يقدر ان هو يحسم هذه المباراه ويعني يتاهل بقى مباشره للمباراه النهائيه ان شاء الله. طبعا بشكرك جدا دكتور فوزي فطالي نجم نجوم منتخب مصر والنادي الاهلي السابق، نورتنا وشرفتنا النهارده. اشكرك واشكرك على اللقاء الجميل ولقائي بكابتن عبد الله وبيكي شخصيا، وان شاء الله نتمنى الفوز لمصر ونحتفل جميعا بالفوز بالبطولة والتأهل للأولمبياد إن شاء الله. طبعا كابتن محمد عبد الله نجم نجوم منتخب مصر ونجم النادي الأهلي السابق لكرة اليد، بشكرك جدا دايما بتنورني وتشرف. شكرا مريم، وإن شاء الله بالتوفيق لمنتخب مصر في المباراة القادمة، وإن شاء الله نبقى قاعدين كده ومبسوطين بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لكم جدا، إلى أن نلتقي إن شاء الله في استوديو تحليلي جديد. شكرا لكم.